السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده انا هعمل معاكم دلوقتي كوكتيل فواكه. الفواكه الموجودة عندك اعمليها، اي فاكهة، اي نوع فاكهة موجودة عندك اعمليه كوكتيل، بيبقى جميل جدا ومغذي طبعا، لان الفاكهة كلها كويسة جدا ومغذية للكبار وللصغيرين. انا عندي موز وسفندي وتفاح وفراولة، فقلت اعمل معاكم كوكتيل الفاكهة. بتبقى جميلة زي ما بقول لكم كده وحلوة، وكمان بتنفع برضو انك تاكليها على الفطار في رمضان مع اليميش، بتبقى جميلة جدا ولذيذة طبعا. يعني انا عندي الفاكهة احلى من الحلويات بصراحة، يعني اي نوع فاكهة السكر اللي فيها سكر طبيعي، مش سكر احنا ضايفينه زي الحلويات ما بنعملها وكده. فاحسن حاجة طبعا ان احنا ناكل فاكهة كتير احسن من ناكل حلويات اكتر وتضرك يعني. فهنبدأ بقى نعمل ايه. انا عندي فراولة وموز وتفاح وسفندي، وعندي كمان كوباية عصير فراولة. هبدأ بقى نقطع التفاح، ممكن تفاح احمر اصفر الموجود عندك اعمليه، هنقطعه شرايح كده صغيرة اهي. نبدأ بقى نعملها ايه، شرايح كده رفيعة اهي. بيبقى جميل جدا الكوكتيل ده، خصوصا بقى كمان في الصيف وكده، بيبقى الواحد عايز يشرب او ياكل كوكتيل حاجة ساقعة كده حلوة. نقطع كل حاجة مع بعضها. نضيفهم هنا البولة دي، نشيل بس الحاجات اللي احنا قدامنا دي بقى، وهنجيب بقى موز برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطعه كده سمكتات برضو رفيعة، تمام. رايح كلها كده اهي. وهنبدأ نقطع بقى القطع بتاعت التفاح، قطع صغيرة كده مكعبات صغيرة اهي. يبقى كوكتيل رائع يا جماعة، جدا جدا. كده تمام. ومعانا الموز برضو قطعناه، نحط نضيف الموز هنا برضو على التفاح. كله كده مع بعضه. هنعمل برضو كمان طابع موز تاني.
شرايح كده اهو. ونجيب بقى نعبي في الكاسات اليوسفي. لما لو احنا عملناه مش هنعوز نحط عليه فراوله، لكن انا عامله النوعين دول عشان انا هضيف عليهم عصير فراوله. هنجيب بقى الكوكتيل بتاعنا، طبعا هنحط عليه فراوله، يعني شايفين القيمه الغذائيه العاليه بتاعت الكوكتيل بتاعنا ده، تفاح وموز وفراوله. لو عندك بقى اي نوع فاكهه تانية حطي برضو. هنقطع بقى فراولتين كده عليهم. زي ما انتم شايفين كده حاجة ايه، واو. ما شاء الله. يعني كده تمام. هنضيف بقى معاهم ايه، طبعا العصير ده عليه سكر، مش هتحط بقى سكر عليهم خالص، هنضيف بقى عليهم. شايفين ما شاء الله يعني. وهنا كمان امسح بس اللي وقع. وكده عملنا احلى كوبايتين كوكتيل اهو. ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه رايكم يا جماعه في الكوكتيل بتاعنا بتاع النهارده؟ جميل جدا ومغذي كمان في نفس الوقت، وحاجه نظيفه انت عاملاها بايدك في البيت. اي نوع فاكهه عندك بقى تعمليه. واتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ويدعمني بلايك علشان يوصلك كل جديد. بشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.